التوبة من تاب يتوب إذا رجع، وهي الرجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته. وأعظمها وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيمان. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ثم يليها التوبة من الكبائر، من كبائر الذنوب. ثم المرتبة الثالثة التوبة من صغائر الذنوب. والواجب على المرء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب،